النجم الساحلي ونزلت في اخر المباراه، ريني فايلر قال لك ايه وانت واقف على الخط وقتها وانت نازل، وانت كنت يعني جاي قبلها بايام قليله وانضميت للنادي الاهلي وكانت اول مشاركه ليك مع فريق كبير او امام فريق كبير النجم الساحلي؟ واي ستان جرامرز ده كان مباراه كبيره، كانت مباراه كبيره. هو طلب مني ان اثبت وجودي من بداياتي مع النادي الاهلي. واي ماي فيس اوورك عرفني ان لازم احارب وادي كل اللي عندي عشان اساعد زمايلي في الفريق، ولما يجي لي فرص لازم اسجل على طول، لما يكون عندك فرصه ممكن تاخد الكره وتطلع بيها وتساعد زمايلك، لو ما كانش امن ورا امن دفاعيا. واداني انطباعاته الايجابيه قبل ما انزل، وانا ما نزلت حاولت قدر الامكان اكون في افضل حاله، واعتقد كبدايه كانت بدايه موفقه، بدايه غير سيئه بالنسبه لي. اي نعم ان ما كانش عندي وقت كتير ان العب، بس كانت بدايه مهمه جدا في مباراه كبيره، وكانت بدايه كويسه ان اثبت نفسي من اول مشاركه ليا. شفت جماهير النادي الاهلي ازاي؟ خاصة المباراة دي كان فيها حضور جماهيري كبير جدا. المباراة دي كان فيها حضور جماهيري كبير جدا، شاف جماهيرية النادي الاهلي ازاي؟ واي فانتاستيك كان رائع. هما متحمسين دايما جماهير الاهلي وبيساندونا على طول، لما يكون ورانا جماهيرنا بتحاول تدي كل اللي عندك عشان ترضيهم، هم بيزقوك لقدام عشان توصل للقمه. وطبعا مهم جدا بالنسبه للنادي في حجم النادي الاهلي ان يكون في جماهير زي الجماهير دي، والكل بيحمس الفريق، كله بيساعد اللعيبه، بس انا برضو كلاعب لعبت دوري يومها عشان ارضي الجماهير. من المباريات المهمه اللي لعبها اليو باجي كانت مباراه بيراميدز، كان النادي الاهلي وقتها خسران 1-0 ونزلت في آخر المباراة.